يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في إطار الإعداد للدورة الثالثة وثلاثين للقمة العربية. يناقش الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية والذي سيعقد غداً الثلاثاء عدداً من البنود ومشاريع القرارات تمهيداً لرفعها إلى القادة العرب خلال فعاليات القمة. وتتصدر القضية الفلسطينية والوضع في قط قطاع غزه اولويات المناقشات التي سيعقدها المجلس الوزاري ومن بعده القمه العربيه كما تناقش القمه تطورات الاوضاع في كل من ليبيا والسودان وصومال ولبنان وجزر القمر واليمن بالاضافه الى صيانه الامن القومي العربي ومكافحه الارهاب وتطوير المنظومه العربيه لمكافحه الارهاب.